مشاهدين أهلا بكم. جائحة كورونا وحاملة الطائرات الأمريكية روزفلت. لقد بدأت السفن الأمريكية تعود إلى جحورها بعد تفشي وباء فيروس كورونا بين صفوف طواقمها وبحاراتها. دعونا نتعرف أولاً على حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت. إن USS ثيودور روزفلت CVN 71 هي حاملة طائرات أمريكية تابعة للولايات البحرية المتحدة ومسمات على اسم الرئيس الأمريكي 26 ثيودور روزفلت، وهي لا تزال قيد الخدمة وترسو حاليا في ميناء غوام بسبب تفشي جائحة كورونا بين طاقمها. ومن أول مشاركتها كانت خلال عملية عاصفة الصحراء في عام 1991. بعض مواصفات هذه السفينة: يبلغ وزن هذه السفينة 104,200 طن، الطول 332.8 متر، الدفع عدد 2 مفاعل A4W دفع محرك نووي، عدد 4 عنفة بخارية، السرعة أكثر من 56 كيلومتر في الساعة، طاقم السفينة 3200 ضابط وبحار و 1480 طيار، التسليح الصاروخ ذو الهيكل الدوار ريم 116 سي سبارو ريم 7 أو RIM 7، نظام فلانكس CAWS الصاروخي، الطائرات 90 طائرة حربية وهيليكوبترات. شاركت حاملة الطائرات ثيودور روزفلت في حرب الخليج الثانية، وكان ذلك عندما وصلت إلى مياه الخليج العربي بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1991، وشاركت أيضا بالحرب على الإرهاب حيث تم إرسالها إلى العديد من مواقع العالم. قد جاءت جائحة كورونا لتقبع هذه السفينة وتدخلها إلى جحرها، فهي ترسو الآن في ميناء جزيرة غوام منذ أسبوع. حيث تم إجراء فحوصات لأكثر من 4800 شخص، يعني كل طاقمها على متنها، وتأكدت إصابة أكثر من 550 بحارا. وعلى الرغم من أن كروز قائد السفينة طالب بإخراج 90% من طاقم حاملة الطائرات الأمريكية، إلا أن 56% تم إخراجهم من السفينة بحلول يوم الخميس الماضي حسب الإذاعة الوطنية العامة في أمريكا NPR، التي نقلت عن مسؤول في البحرية قوله إن هناك حاجة لبقاء أفراد الطاقم على متن السفينة للحفاظ على المفاعل النووي في السفينة. في سياق الحادثة أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن قائد سلاح البحرية توماس مودلي، الذي واجه سيلا من الانتقادات بسبب طريقة إدارته لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد على متن حاملة الطائرات ثيودور روزفلت، قدم استقالته من منصبه، مشيرا إلى أنه قبل الاستقالة وعين بديلا عنه بالوكالة. شكرا لك عزيزي المشاهد لمشاهدة هذا الفيديو، اترك لنا تعليقا وشكرا لكم.